اصل انا راجل غشاش أي. بصراحه يعني ما اجيبش عليك غشاش حلو يعني مش غشاش وحش قوي. واحنا قبل ما نخش الهواء على طول كابتن عمرو سماكه كان بيحكي لي ترقيصه جامده جدا 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 عملها في كريم زكري بس عملها مع اتنين كمان تقال قوي. هو عملها في ثلاثه مش كريم زكري لوحده. لسه اقول اهو كريم زكري واتنين تقال قوي كمان زي كريم زكري. هو اللي يحكي بقى عشان يتحمل العواقب. مش مع اتنين بقى ثلاثه ما ينفعش عشان يتحمل العواقب. لا بس انت رقصت كل الناس تقريبا يعني. لا الحمد لله يعني كان ماتش كان مصر والترسانه كان على ملعب الترسانه وكان طبعا كريم وكان كابتن ابراهيم حسن وكابتن سمير كمون. يا نهار ابيض طبعا كنت انا عيل صغير وكريم برضو كان صغير يعني كنا صغيرين ساعتها بس في طبعا يعني وكان اكوتي منساوي وكابتن حسام وكان اسماء طبعا كان في مصر السنه دي كان فرقه جامده جدا. كره اتلعبت لي كده كروس على ناحيه الشمال كده وجاي كان كريم بيلعب مساك عليا وكان ابراهيم حسن الباك رايت وكمون ليبرو. الكره جت رحت موقف عادي كده بوش رجلي والكره لما بتيجي يعني بتبقى فيها لفه كده بسيطه كده يعني الحريف اللي بتفهم الكلام ده رحت عامل اللي انا هاخدها بقى في الاتجاه ده كده رحت عامل بتاع رونالدينيو كده رحت عاملها بوش رجلي كده فاهم. طلعنا احنا الثلاثه جارين على نص الملعب على طول عديت الثلاثه وديتهم في حته ثانيه. لا الثلاثه جاروا على نص الملعب وانا رحت على الجون. عارف انت حركه رونالدينيو لما بتخلي الكره على وش رجلك وتدي الكره جايبه كده ثاني فانت الريفلكس عندك بيبقى قطيع لان دايما لعيب الكوره او الحريف بيبقى مقدم ثانيه انت دايما مأخر عن المدافع. هم كلهم متوقعين خلاص ان انا ارجع لتحت يعني خلاص وانا شايف الثلاثه جايين فانا الطبيعي ان انا ارجع كله بقى كمل بقى الكابتن حسام رجع لك. رحت بقى رحت عامل كده رحت واخدها كده طبعا الثلاثه راحوا جاريين بقى على نص الملعب رحت رايح انفراد بالنص الانفراد بقى بيقول لك يحكي الكابتن حسام كمل بقى خلاص بقى لازم تكملها بقى اكيد يعني الكابتن حسام مش هيشوف الكابتن ابراهيم حسن بيترقص وهيسيبك. راح بقى كابتن حسام جاري من نص الملعب تن لقيته كابتن جنبي طبعا وطبعا انت وهو بيجري كده انا سامع خطوه كابتن حسام في وحش يعني في وحش جاي وحش يعني هيعمل ايه هيعمل ايه بالعروب بفهد جاي عليك انا اللي خلاني ارقص عايز اقول لك على حاجه انا اللي خلاني قال لك ايه بقى حسام راح جاي لي قال لي بقى العب بسرعه تروح حاضر يا كابتن من هناك على طول اللي هو العب بسرعه العب عدل لا العب بسرعه ايوه انت اللي جاي تتضرب على طول. بص كابتن حسام وكابتن ابراهيم عندهم هم طبعا طيبين جدا وعلى المستوى الشخصي انا بحبهم اخواتي الكبار يعني واستفدت منهم كتير بس اول ما تلاقي العضلتين طلعوا عندهم عرقين هنا اهرب ما انت خلاص يعني لا يعني تجنبهم بقى خلاص انت لو شفت الرياكشن هم عرقين الرياكشن بتاعه انت يعني هتلعب بسرعه خلاص وانا عندي 19 سنه يا نهار ابيض يعني انا كنت 16 سنه بيتكلم معاك في الملعب ومتضايق منك وبتنرفز وطبعا الكابتن ابراهيم حسن ما سابكش الماتش كله بقى زعلك جامد. لا كابتن ابراهيم اتنين بس خفاف كده طبعا رحت نقل الناحيه الثانيه على طول على طول. بس الجيل ده بالمناسبه في المصري كان جيل عظيم جدا. احنا كنا مسمينه جيل 98 كاس مصر يعني في الوقت ده كنا سنه 2000 او 2001 2002 يعني مش متذكر التاريخ بالظبط 2001 الماتش ده الحاج سيد متولي عمل طفره كبيره جدا في النادي المصري. يعني عايز اقول لك على التشكيل ربنا يرحمه ربنا يرحمه طبعا من الناس اللي بتحب النادي جدا طبعا. كان التشكيل بتاعنا كابتن نادر السيد كابتن سمير كمونه وكنت انا وعمرو الصفتي وباك رايت كان كابتن ابراهيم حسن باك ليفت كابتن محمد عماره راس حربه كابتن حسام حسن كان معانا كمان كابتن هيثم فاروق جانا بعدها نص الملعب اكوتي منسى عبد الله رجب احمد حافظ من اللعيبه اللي نوعيه سمكه كده كان لعيب حريف جدا 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 يعني كنا نلعب النادي الاهلي يقول لك خلي بالك من احمد حافظ رقم 7 الجيل ده كان في كابتن علاء ابراهيم كمان والكابتن علاء ابراهيم كان موجود برافو عليك كانوا فرقه كانوا كان محمد زكري اخويا كان راس حربه يمكن الجيل ده كان فيه 6 توائم يعني دي مفارقه بتهيألي ما حصلتش في اي نادي كنت انا ومحمد كابتن حسام الكابتن ابراهيم كان احمد يوسف محمد يوسف كنا 6 توائم في الفرقه كان في حاجه اللقطه دي حاجه كلها.